السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اختبار ومراجعة المادة المعرفة المالية للصف الأول الثاني مسارات موجودة على القناة. أكثر من اختبار ومراجعة يمكنك الاطلاع عليها، وكذلك بقية المواد الخاصة بالصف الأول الثانوي. أكتب سواء طالب أو طالبة المصطلح المناسب: سوق العمل، الإكراميات، العمولات، التضخم، الادخار، التسويق، الائتمان. أماكن تواجد فرص العمل: هذا سوق العمل. هدية مالية، الإكراميات، زيادة في الأسعار، التضخم، رسوم أو نسبة يحصل عليها الموظف، العمولات، تخصيص أو تجميع مبلغ من المال للمستقبل، الادخار وهو مال يمكن الحصول عليه وسداده في وقت لاحق، الائتمان. أجب بصواب أو خطأ أمام العبارات التالية: من طرق حفظ السجلات ورقي فقط. إجابة خاطئة. تعد الشركات ذات الملكية الفردية ملكا لشخص واحد. إجابة صحيحة. الاحتياجات هي أساسيات يجب الحصول عليها كالماء. إجابة صحيحة. العمل الحر هو العمل الحسابي الخاص. إجابة صحيحة. من أهم المهارات المطلوبة لسوق العمل مهارة التواصل. إجابة صحيحة. يتم قياس التضخم بالنسبة المئوية. إجابة صحيحة. من أهم مزايا بطاقة الائتمان السرقة والاحتيال. إجابة خاطئة. في الشراء العاطفي تؤثر المشاعر والميول. إجابة صحيحة. يؤثر مستوى التعليم على الدخل. إجابة صحيحة. التعليم الرسمي يكون داخل الفصول، الغير الرسمي يكون خارج الفصول. إجابة صحيحة. النفقات الثابتة قد ترتفع أو تنخفض كل شهر. إجابة خاطئة. اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس عملية شراء المنتجات بدون تفكير: الشراء الاندفاعي، الشراء العقلاني، الشراء الاندفاعي. من أساليب الاقتصاد في الشراء: شراء كميات كبيرة، انتظار العروض والتخفيضات. من سلبيات العمل الحر: ارتفاع الأسعار، التضخم، ارتفاع الأسعار. الاستثمار طويل الأجل يكون من 3 سنوات إلى 10، أقل من 3 سنوات طبعا طويل الأجل يكون من 3 إلى 10. الشخص الذي يحصل على المال يسمى الدائن المدين. ملكية من قبل شخصين أو أكثر. الشراكة أو الشركة الفردية. الشراكة. القدرة على التحكم بالمال. المسؤولية المالية. انعدام المسؤولية المالية. المسؤولية المالية. من فوائد الاستثمار: زيادة الأموال، تقييم عملية الشراء، زيادة الأموال. ندخر المال من أجل الحالات الطارئة. الشراء الاندفاعي، الحالات الطارئة. هي قائمة أو طريقة منظمة لعملية الشراء. الخطة المالية للإنفاق، الخطة المالية. هي نفقات لا تتغير كل شهر. النفقات المتغيرة، النفقات الثابتة، النفقات الثابتة. عددي أو عدد اثنين فقط لكل مما يأتي. استثمار: شراء أسهم، شراء منزل أو عقار. هم: بطاقات الائتمان، فيزا، ماستر كارد. خطوات حماية الحساب عند التعرض للسرقة والاحتيال: إغلاق الحساب، إبلاغ البنك. أهم استراتيجيات التسوق: قبل التسوق انتظار العروض، أثناء التسوق قراءة الأسعار، بعد التسوق الاحتفاظ بالفاتورة. أهم القيم والأهداف التي تؤثر على الوظيفة: الصدق والأمانة. إيجابيات العمل الحر: اختيار ساعات العمل، اختيار العمال. كيفية حساب الميزانية: حساب الدخل وحساب النفقات. أنواع العمل: الصحة، التعليم، طرق الدفع، كاش، مدى أو أبل باي. متطلبات الوظيفة: الخبرة، مستوى التعليم. في النهاية أتمنى الجميع التوفيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.